كلام بري بويرن كون هاد هندر سوريا دا قاومة بطيبات لباكور الرجالات سوريا دا باوايك زلال تخويا كرن كو كابتاليزم دولة جهاني ونافان دا هكومانية ناف دولتي دا هندر آلوزية كفرزگري كين دا جيان دكن هزي ينكو لسر خاكا سوريا رودانا دي وتيكو شري جهاني ياسي أمين خاددا إلان كرن بشوازة كنوتر أم والشعب المقاوم ما يجري الآن في سوريا بشكل عام وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص يعكس بشكل واضح ما تعيشه الحداثة الرأسمالية ودول ومركز الهيمنة العالمية من أزمات ومشاكل بنيوية حيث تواجد كل هذه القوى على التراب السوري هي بمثابة حرب عالمية ثالثة وبأسلوب جديد يختلف عن الحروب العالمية السابقة التي كانت تعتمد على السيطرة العسكرية على الجغرافيا. أما القواعد في شرق الفرات وتدخل القوات الروسية مباشرة فكان هذا الدخول عبارة عن تسليم الأماكن والتموضع من جديد وتنسيق الأدوار. وعلينا أن نعرف بأن هذه الدول لكل منها أهدافها ومصالحها